الاتصالات الفضائية. لن يكتمل الحفل حفل إحياء الذكرى السادسة لإطلاق القمر الاصطناعي إلا من خلال أن نقيم القمر الصناعي بسرعة ودقة عالية. في صوت هذا الهوائي يوفر لنا عدة تعد مناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لإطلاق القمر الاصطناعي الجزائري للاتصالات السلكية واللاسلكية الكومسات واحد فرصة لنا لتقييم حصيلة استغلال هذا القمر الاصطناعي مع شركائنا الرئيسيين ودراسة آفاق الاستخدام الأمثل له خلال السنوات العشر المتبقية المقبلة على الأقل. فقد مكنت هذه الست سنوات الماضية من اكتساب فرق مهندسين ذات كفاءة اكتسبت الخبرة والنضج في التحكم وتشغيل واستغلال هذا القمر الاصطناعي وكذا في صيانة المحطات الأرضية ذات الصلة. أدى الطلب القوي الذي سجلته الاتصالات الجزائر الفضائية جيو تيليكوم ساتيليت من مختلف القطاعات المستخدمة الوطنية إلى استغلال شبه كلي للقدرة الفضائية لألكومسات واحد الموجهة لهذه الخدمات، مما يتطلب استحداث القمر الاصطناعي في الثاني الكومسات 2 والذي سيشرع قريبا بدراسة مواصفاته التقنية من خلال تحليل الاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجالات البث الإذاعي والتلفزي وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. السيادة الإعلامية والأمن القومي الإعلامي ما يقدرش يكتمل، يعني مهما كانت عندك تلفزيونات، مهما كانت عندك وكالة أنباء، مهما كان عندك إذاعات، مهما كان عندك إعلام قوي، ما يقدرش يكتمل إذا لم تحقق يعني قمر صناعي خاص لك، يعني للبث المباشر أو للبث التلفزيوني. ورغم أن الكونسات يعني أطلق والحمد لله يعني تجربة يعني نثمنها ونتمنى لها المزيد، ولكن يبدو أن السيادة أو الأمن القومي يعني ما زال ناقص إذا ما طلقناش قمر صناعي قوي بمقدوره أن يبث كل القنوات الجزائرية ويزيد عليها. في ميدان الاتصالات يكتسي الكومسات واحد أهمية بالغة ضمن منظومة القدرات الساتلية لبلادنا، حيث يؤمن حاليا ما يقارب 70% من النطاق الترددي الساتلي اللي تقوم باستغلاله مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية، والتي تشغل اليوم أكثر من 1550 محطة فيسات بفضل التعاون والتنسيق الوثيق بين هذه المؤسسة مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية والوكالة الفضائية الجزائرية. وأظن أنه لدينا اليوم كل الكفاءات وكل الخبرات في هذا المجال، وأيضا كل الإمكانيات المتوفرة حاليا على مستوى الوكالة وكالة الفضاء الجزائرية هي إمكانات هامة جدا، مراكز تقريبا في كل أنحاء الوطن مزودة بآخر التكنولوجيات. والجديد هو أنه اليوم الوكالة منفتحة أكثر من أي وقت مضى حول الكفاءات الجزائرية وحتى حول الكفاءات الجزائرية في الخارج، للكثير منها راهم يبادروا بمشاريع في هذا المجال في الجزائر.